وللحديث أكثر عن الصراع الأمريكي الإيراني في العراق وتطوره بعد القصف المستمر من الميليشيات الموالية لإيران لتلك القواعد العسكرية الأمريكية وانسحاب الأمريكان من قاعدة أبو غريب، معنا عبر الخط الهاتفي من عمان الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد القادر النايل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم ولمشاهديكم الكرام. حياكم الله. كيف تقرأ قرار التحالف الدولي الانسحاب من هذه القاعدة وتسليمها للقوات الحكومية؟ من المعلوم تماما أن انسحاب القوات الأمريكية من قواعد فرعية هو لتعزيز تواجدها بالقواعد المركزية التي يصعب على الميليشيات أن يتم قصفها أو استهدافها إذا لم يكن هناك طرفا إيرانيا بقصف بصواريخ بعيدة المدى كما حدث في قصف عين الأسد سابقا. لذلك هذا الانسحاب حقيقة يجري وفق تكتيك لحماية الجنود الأمريكان وجنود التحالف الدولي من الميليشيات التي تستخدم القصف عبارة عن أوراق تفاوضية لصالحها في مسك زمام المبادرة في العملية السياسية والحكومة، وكذلك التفاوضات التي تجري مع إيران من خلال فرض بنود مهمة على العراق من قبل هذه الميليشيات لصالح إيران عبر استبقاء استيراد كهرباء، عبر تجارة، عبر تحويل العملة الصعبة من البنك المركزي العراقي إلى طهران. لذلك حقيقة تبقى هذه الانسحابات هي لعدم وجود القدرة الأمريكية على أرض الواقع لتحديد مصير هذه الميليشيات، وبالتالي القوات الأمريكية أو الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا لا زالت تحافظ على العملية السياسية التي ولدت هذه الميليشيات وقوتها، لأن هذه الميليشيات ضعيفة أمام الشعب العراقي إذا ما كان هناك خيارا مهما دوليا يفضي إلى أن العراق يحاسب ويستلم زمام المبادرة في تأسيس عملية سياسية حقيقية. نعم، بالأمس الخارجية الإيرانية طالبت ميليشيات الحشد بالرد على الاعتداءات الأمريكية كما قالت. كيف يمكن أن يؤثر هذا الطلب الإيراني من الميليشيات العاملة في العراق على استقرار الأمور في العراق وعلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية وغيرها؟ أولا هذا ليس طلبا، هذه أوامر إيرانية لوكلائها في العراق، لذلك عملية التأثير واضحة تماما في استخدام الايرانيين ورقه ميليشيات الحشد لادامه الصراع بين الولايات المتحده الامريكيه وايران على الاراضي العراقيه، فايران تستخدم الارض العراقيه للارض الايرانيه وتستخدم الميليشيات التي تحسب على العراق ويدفع العراقيون اموالها لا الايرانيون، وبالتالي هي تستخدم هذه الطرقه لصالحها، لذلك ستنفذ هذه الميليشيات كل مطالب ايران داخل العراق لادامه الصراع واشغال الولايات المتحدة الأمريكية في العراق حتى لا يفكر إذا كان هناك تفكيرا جديا في ذبح إيران وملفها النووي وأعمالها الخارجية بطريقة واضحة. نعم، ربما يتضح ذلك الأثر أيضا أستاذ عبد القادر في ما قاله محافظ نينوى من أن التوتر الأمني الناجم عن الصراع بين الأمريكان والإيرانيين على الأراضي العراقية أثر وعرقل البرامج الدولية لدعم المحافظة على سبيل المثال. يعني بالتأكيد ما يجري الآن في كل المحافظات المنكوبة، هناك دول استشعرت حقيقة بمشاركتها في تدمير البنى التحتية لهذه المحافظة أبان استعادة الأراضي داعش لصالح ميليشيات الحشد، فهي قد استبدلت ميليشيات الحشد ليحكموا هذه المناطق. الأموال التي تأتي إلى محافظة نينوى أو الأنبار أو صلاح الدين من المنح الدولية للحكومية، ميليشيات الحشد الشعبي تسيطر عبر مكاتبها الاقتصادية على جميع المقاولات والأعمال التنفيذية داخل هذه المحافظة، وبالتالي لديها نسب مالية كبيرة تستحوذ عليها من خلال سطوتها الأمنية ومن خلال ولاء بعض المسؤولين في المحافظات هذه بهذه الميليشيات، لذلك نينوى تأذت بشكل كبير تماما ايضا من خلال الاموال التي منحت وسرقتها الميليشيات وعدم وجود اعمار داخل نينوى، بدليل لا زال الجانب الايمن، لا زالت الجهه الموجوده، لا زال انهيار استراتيجي لكل البنى التحتيه في نينوى، كذلك في المحافظات الاخرى، لكن حقيقه الاموال والمكاتب الاقتصاديه تنتشر في محافظه نينوى بطريقه واضحه، اذا هناك هدفا ايرانيا ايضا لهذه الميليشيات من خلال عدم استقرار هذه المناطق، وبالتالي يتم ادامه الصراع وادامه المشاكل داخل هذه المحافظات ايضا بهدف وغايه تطهير العرض الذي تريده ايران خلال طريق الحريري وخلال ربط العراق بسوريا. اين الحكومه في بغداد من كل ذلك؟ يعني هذا ينعكس باثار سلبيه على المواطن العراقي والاقتصاد العراقي، هل من موقف للحكومه من هذه الميليشيات؟ الاقتصاد العراقي منهار والشعب العراقي يدفع ثمن طوال 17 عاما، ازداد في كميه هذا الصراع
بسبب تفشي كثير من الامور ومنها جائحه كورونا، ولذلك العراقيين انطلقوا بتظاهرات تسقط وتطالب باسقاط العمليه السياسيه، لان لا جدوى من الحكومه، الحكومه عباره عن نتاج خادم لهذه الميليشيات، وبالتالي السياسه تخدم السياسات الايرانيه، ولذلك هي سخرت جميع الامكانيات لصالح ايران وتنفيذ مشاريعها، حتى السفارات العراقيه في الخارج اصبحت وكرا للمخابرات الايرانيه في تنفيذ مشاريعهم. على هذا الاساس الحكومه هي متواطئه، بل هي التي تولد تسيير اعمال هذه الميليشيات، وبالتالي هي ضعيفه، لا يمكن لها ان تكون جسما ثالثا، فهي تبعيه وليس مؤسسه ثالثه يمكن ان تكون لديها وجود او ان يكون لديها قبول. على هذا الاساس العمليه السياسيه كلها اصبحت هي في واد مع ايران ضد الشعب العراقي، والمجتمع الدولي والولايات المتحده الامريكيه لا زالت تدعم هذه العمليه السياسيه المفروض التي ينبغي ان تتخلى عنها، لان ما يحدث الان حقيقه هو وجود عراقي وهو القوه الثالثه بين هذه القوى الشعب العراقي الذي يطالب بعمليه سياسيه حقيقيه. شكرا لك سيد عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر خط الهاتف من عمان.